ساكنه اللي مجاورين او بالقرب من المطرح، اراضي ديالنا ومحل السكنه ديالنا بالقرب من المطرح، كانوا واحد السكان استفدوا ب يعني استفدوا من اعاده الهيكله واعاده الايواء من دور الصفيح، انهم تحولوا لحي الرشاد، وبصفتنا حنا السكان اللي كاينين ملك ديال الاراضي ما يمكنش يحولونا. المشكل ديالنا ان الاراضي ديالنا ضاعت، ما بقات عندها لا قيمه لا حاجه، حتى الانشطه ديالنا تراجعات وانضطرت بسبب ان المشكل ديال الديشارج، لا قيمه ديال المشيه ما بقاتش عندنا تتسوى، لان فاش نربيو وتنكسبوا، لان المنطقه هي معروفه بالحليبيه اي انتاج الحليب، المنطقه شحال هذه كان الناس يربيو فيها الابقار اللي هما مجموعه ديال العائلات فايز وبليدام ومرحان وعقيل. من بعد ما جات الديشارج في سنة 85 بداو الأبقار، يعني حنا ديالنا اللي تنخرجوهم يسرحوا تيرعاو على الميكات يموتونا بالزربة، التناسل ديالهم ضعاف، ما بقاوش يتكاثروا دغيا، الحليب اللي تنخرجوا باش نبيعوا القيمة ديالو تتبع، لأن كاينين السكان المجاورين اللي كانوا تيربيو البهايم ديالهم في الديشارج في الزبالة ما تيبيعوا بثمن آخر، بالتالي أنت تضطر أنك تشري العلف وتربي وكل شيء، يعني تيطيح لك الحليب غالي، يعني تنتج الحليب غالي، وفي الاخر تخرجوا السوق تبيعوا بقيمه اقل. لهذا ان الناس كثر ديال السكان ما بقاوش يكسبوا، الكواره ديالنا خواو، زائد ان احنا حتى الانشطه ديالنا تنحرتوا باش نديروا الغله حتى هي مشات، لان الفرشه المائيه ضرات، مشكل ديال البلاستيك شحال هادي كان، مشكل ديال الدخان، زائد الطريق اننا ولينا حنا تنحسوا براسنا معزولين، حنا رغم اننا حنا السكان ديال المدينه ديال الضربيطه اللي هي المستقبل غادي تكون واحد المدينه اللي هي مدينه ذكيه سمارت فيل، لقاو ترسنا تنعاني من ويلات ديال الديشارج اللي ترمي فيها الناس 8 مليون ديال السكان ديال الضربيطه، تترمي النفايات ديالها، يمكن لان تيقول لك مطرح مؤهل او مهيكل، تنشوفوا حنا مطرح فقط أنا ألصقت به الاسم لأنه مؤهل، ويعني تستجب المعايير البيئية والمعايير الدولية، لأن مؤخرا في هذه الأشهر الأخيرة شهر 11 و 12 و 1 فضت علينا العصارة ديال الديشارج، قطعت علينا الطريق وهدت لنا الحياة ديالنا وهدت لنا السلامة ديال الساكنة، الأطفال ديالنا للأسف مدرسة ديالهم متاخمة، المنطقة اللي تفرقع فيها الماء اللي هو دابا ولا تقريبا واحد 8 الهكتارات فيها واحد البصان ديال الماء، رغم التدخل ديال السلطات تنشكروهم كذلك، لأن وقفوا جنبنا بحد الشكل، وكان تدخل داروا واحد الجدار بالأتربة للحجز فقط لهذاك الماء، اليوم تنطالبوا بأن ذاك الماء ما يبقاش لنا في الأراضي ديالنا وتحد لنا الأضرار والمخاطر ديال الديشارج. الفلاحة ديالنا راه ضرات بزاف، المشية ديالنا الضرات، تصور واحد النهار ماتوا لنا ما عرفتش حل شي 15 بقرة من هذيك الماء ديال الباتريات وديال ليكسيفيا، وحنا راش نقول لك الشجر ديالنا اللي ديالنا حدا الدار ديالنا كنا كنستافدوا منه ما بقاش كنستافدوا منه، ما بقاش كيعطي الثمار ديالو، اقسم بالله ما بقى كيعطي الثمار ديالو، حنا خويا راه كنعانيو في هذه المنطقة هذه، ونطلبوا من الناس يجيو يديروا الحل. الحل جذري ماشي حل ترقيعي، حل ترقيعي راه عطى الله، ولكن حنا كنطالبهم وكنطالبوا اي واحد مسؤوليه يتحمل المسؤوليه ديالو. الشجره كانت كتعطينا مثلا 20 30 كيلو ديال الرمان، ولات كتعطينا 3 كيلو 4 كيلو ديال الرمان، اما الزيتون عندنا ما كيجيش كاع نهائيا، اما الفلاحه اللي كنديروا الزراعه وداك الشيء كان الهكتار كيعطينا 54 هكتار، كيعطينا 64 قنطار ولا 50 قنطار ولا كيعطينا 20 23، هذا الجهد ديالو. حنا راه ضرينا وما كنطالبوش التعويضات، كنطالبوا البديل، حنا بغينا البلاد ديالنا تكون زوينه من جميع في المغرب كامل، ما بغيناش غير بلادنا حنا ولا بلاد هذا جاري، ولا بغينا كل المناطق تكون مزيانه وكل شيء عايش بسلام، ما يمكنش واحد يعيش مزيان ولا حد وليداتو كيعشموا في الريحه ديال الزبال وديال ليكسيفيا.